صارت المحاكمة. يوم المحاكمة أول جلسة، ولدي عبد الغفار هذا يعيط يقول لي: يا سيد الرئيس، راهم معلقيني وراني عاري كما جابتني أمي، وغطسوا فيه في الماء البارد وجابوا لي عريضة حاضر، قالوا لي الصحة فيها لكونك أنت بتنتحر وباش باش يحرقوني بلحم. يا سيد الرئيس راهو أنت باباي احميني، فهمت شيء؟ لا علينا. جلسة الأولى، جلسة الثانية، النهار هاك نتذكر بجنبي امرأة تمثل السفارة الألمانية، لأن برمي لي زانترنو دي زاريش ثم شكون عندهم دي ناسيوناليتي معناها أوروبيان، تخبط وتبكي تسمع في ولدي يعيط يقول: يا سيد الرئيس راهم اللي تمارس عليه في الدهاليز نتاع الداخلية ما تصورش. قال له: تورونا في التلفزة في أبو غريب. قال له: تمارس عليه أبو غريب، هاني تمارس عليه معنا الأعمال نتاع أبو غريب. باه تحكم قداش حكم مريم؟ 19 عام و3 شهور.